ممكن حد يشوفنا يقول ايه العلاقة ما بين فيروس سي وما بين سرطان الكبد يا دكتور؟ ممكن نوضح القصة دي؟ هو كان بيؤدي فيروس سي زي البلهرشة إلى تليف الكبد. التليف كان بيطلع منه بؤر وأورام، يعني شدك الكبد لما يحصل له تليف يحصل بؤر أورام في الكبد نتيجة لهذا التليف. فكان عندنا أكثر الأسباب في الأول بالهرشة، وحاليا هو كان الالتهاب في المرحلة الحالية اللي هو التهاب الكبد للسي. طبعا سيادتك احنا عملنا اتعملت المبادرة ورعاها سيادة الرئيس والدولة قامت بها، وتم توفير العلاج بالمجان لكل المرضى والمتابعة أيضا. إنما طبعا في حالات لسه باقية من الحالات التي عالجت من فيروس سي. هو دي الحالات اللي بنبحث فيها عن العلاج المبكر او الكشف المبكر حتى يتم الشفاء في مراحل مبكره. وعايز اقول برضو ان احنا بكل التوعيه والنظم التوعيه الكبيره جدا بنحد من امراض اخرى في الكبد. في العالم كله دلوقتي في مشكله الكبد الدهني طبعا، ودي مشكله كبيره جدا، وطبعا اثبتت الابحاث العلميه ان هذا الكبد الدهني قد يؤدي الى اورام الكبد. وعشان كده النظام الغذائي الجيد، الحد من السمنه، ودي احدى المبادرات الرئاسيه ان احنا نحد من السمنه، لانها السمنه والنظام الغذائي وممارسه الرياضه هي الوسيله حتى الان المتاحه للحد من الكبد الدهني.